الدرس الخامس عشر من نواقض الإيمان. نواقض الإيمان: تقديم القرابين والذبائح لأصحاب الأضرحة من أولياء الله الصالحين وغيرهم، والتوسل إليهم وطلب الشفاعة منهم، والطواف حول قبورهم والتماس البركة بمجاورتها والتمسح بها، كل ذلك يعد من نواقض الإيمان. ادعاء علم الغيب وتصديق المنجمين والعرافين، التطير وعمل التمائم وتعليقها، وممارسة السحر والشعوذة. ومن نواقض الإيمان أيضا إنكار نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة، أو رفض العمل بالأحكام القطعية المستمدة منها، والشواهد على ذلك من الكتاب والسنة. من نواقض الإيمان الذبح لغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. عن تعظيم القبور وأصحابها قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حديث متفق عليه. وقوله كذلك: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الترمذي. السرج جمع السراج، أي المصباح الزاهر. وفي الحديث الصحيح أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وحديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها، رواه أحمد والترمذي. وحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، رواه مسلم. مشرفا أي عاليا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود وأحمد. التنجيم: قال صلى الله عليه وسلم: من اقترس علما من النجوم اقترس شعبة من السحر، رواه أبو داود. في النهي عن العرافة قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية 59 من سورة الأنعام. وقال تعالى عن نفسه في سورة الجن الآية 26: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال تعالى في سورة الأعراف الآية 88 بعد 100: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وغير ذلك الكثير من الآيات. وعن العرافة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. بل قال أيضا: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وأبو داود. التطير: قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، حديث متفق عليه. الهامة طائر كانوا يزعمون أنه يخرج من هامة القتيل ويقول: اسقوني، حتى يؤخذ بثأره. وصفر: التطير بشهر صفر كما كان يفعل العرب في الجاهلية. وقال أيضا: من ردته الطائرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم:
اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه أحمد. اتخاذ التمائم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التولة السحر وشبه. وكذلك من تعلق شيئا وكل به. رواه الترمذي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد. وعن السحر قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد.